الله للهاوية يعني راح ماكو في شيء نستفاد من يمه يعني وكم مشاهدات والسبب يعني نرجع ونقول السبب بينا يعني احنا قاعد نصعد هاي المشاهدات الملايين يعني مو ملايين انت اول قضية تقول تودينا للهاوية نعم. اذا احنا نستمر في هذا الطريق هذا الطريق ووحدة من اسباب انتشار هذا المقاطع التافهة اجلك الله نعم. هو المشاهد 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 قاعد يحفز صاحب يحفز القناة ويعطي دعم ويعطي كل شيء زين يعني هو حماتين تحياتي للقنوات القنوات قاعد تطلع شخصيات يعني ما تستاهل كل شيء ما نستفاد من يمها والله ما نريد نحكي يعني قدام الاعلام ما نستفاد من يمها كل شيء لا رسالة عنده لا عنده هدف لا عنده محتوى لا عنده في شيء يوصل الشباب للعوائل عندنا عوائل قاعد تطلع شغلات يعني مثله زين لا بحقنا ولا بحق العائلة العراقية يعني العائلة العراقية يعني عائلة محترمة كريمة لازم نقدم لها في شيء محترم يعني اتوقع انا مرات اصور فيديو كن هيك شيء اصوره اعيده 3 مرات 4 مرات خاف تطلع كلمة يعني نابية يعني كلمة ما حلوة لطيف يعني بها اساءة حتى يعني انت انا مو معصوم تطلع مني من غلط يعني مرات بلي. نعم تهتم في تقديم المحتوى الجيد نعم الحمد لله الخالي من الخادش للحاع من نعم. كلمات والفاظ نعم.